شباب السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص والحصري. ضيفتي فيه ليست شخصية سياسية، ولكن في كل مرة تظهر فيها على الإعلام على قلة ظهورها تحدث ضجة سياسية. ارتبط اسمها بمنعطف حاسم في تاريخ العراق الحديث والمنطقة، فانبرت للدفاع عن والدها، ذلك لأنها ابنة صدام حسين. رغد صدام حسين، أهلا بك معنا في قناة أهلاً العربية. أهلا وسهلا بك، الله يحييك. وشكرا جزيلا على تلبية دعوة القناة. أشكرك. ست رغد، أول سؤال يتبادر الأذهان الآن بعد 18 سنة من سقوط بغداد، ما الذي حل بكم طوال هذه السنوات؟ أو لو تسمحي لي بالعراقي أستخدم اللهجة العراقية، إيش صار بكم طول هالسنين؟ طوال 17 سنة، يعني نحتاج إلى سنة ونص حلقات حتى نحكي لك اللي صار بهذه السنين الطويلة. بعد الاحتلال كانت مرحلة صعبة، المرحلة الأولى مرحلة الاحتلال كانت صعبة على العائلة جميعا، وما تلا الاحتلال غادرنا البلد. المرحلة الأولى كنا في سوريا لأشهر قصيرة، أحكي عن نفسي، من ثم سكنت الأردن إلى هذا اليوم. تخللت هذه الفترة مرحلة الدفاع عن والد 3 سنوات تقريبا بالضبط، ما كانت مرحلة سهلة، وكانت في أوائل الاحتلال، فبين أنه نأقلم حالنا فيما يعني مع ظروف بعد الاحتلال، بين أنه أدبر أمور التعامل في قضية الوالد اللي هي مو سهلة، لأنه الرئيس صدام شخصية استثنائية، رئيس دولة أولا، وهو كرجل استثنائي ولا مكانة وثقلة، فما كانت المرحلة سهلة. ما راح استعمل مصطلحات قاسيه واقول لك مرحله جدا صعبه، لا، راح اكتفي انه ما كانت سهله. لكن يعني الانسان المؤمن لازم يتحمل اللي يمر به ويتعايش معاه بالقدر الممكن. ما اصعب ما كان في تلك الفتره؟ المحاكمه. هو اللي حتى سيدي تبقى تستمع له. انا فريق، لكن أنا أقول أمامكم أنه أنا ثبتت الإصابات التي أصابتني أمام 3 مجموعات طبية ومجموعتين على الأقل بشكل حاسم. دخول الوالد بالسجن ما كان سهل، لكن روحة الوطن صعبة جدا، صعب، يعني من أصعب الأشياء اللي مريت بيها. نعم. على العموم في حوارنا هذا ست رغد سنفرد الحديث بشكل مسهب جدا عن ظروف المحاكمة وما تلاها وكل تفاصيلها، ولكن الآن يعني حتى نعطي يعني هكذا لمحة سريعة مقدمة لهذه السلسلة معك للمشاهدين كذلك، وأنت بعيدة عن العراق طوال هذه الفترة، اليوم كيف ترين وضع العراق اليوم ست رغد؟ يعني وضع العراق قلتها مرة على التلفزيون هو ليس بسر، ولا هو موضوع مدى العالم كله يشاهده بشكل يومي بتفاصيل دامية كثيرة. مر العراق بعد الاحتلال بمراحل صعبة جدا، وفقد الكثير من الناس، والناس فقدت الكثير من أحبابها. ما راح أقدر أختصر لك هذا الموضوع ولا أقدر أغطيه، يعني الأحداث أصعب بكثير من أنه أغطيها في جلسة أو أنا أحكي عن تفاصيلها. العراقيين مروا بصعوبات كبيرة، ليس فقط على صعيد الدولة، يعني ما أقصد الناس اللي بالدولة، أنا لما أقول العراق أقصد العراق كله بدون استثناء، لأنه أنا عراقية وربيت في بيت يذكر العراق كعنوان كبير دون أن يدخل بفروع صغيرة أخرى، مثل ما اعتدنا نسمع هسه هذا كذا وهذا كذا، هذا بالنسبة لنا ممنوع في تربيتنا. فالعراقيين تحملوا الكثير وفقدوا أحبة كثر. ما راح أقول لك إحنا ناس يعني أسياد بلد ومسؤولين عن وطن، لما نقدم شهداء هذا واجبنا تجاه الوطن، يعني البلد ما يصير تعيش بس حالة الرخاء بي. لما تختار
أنه تكون في موقع القيادة لازم تتحمل كل ما يمر. هذا هنا يعني ما أردت الذهاب إليه في سؤالي، أنتم كنتم في السلطة، الوالد كان في السلطة بشكل مباشر، يعني هل ترين أنه وقت صدام حسين كان أفضل للعراق؟ يعني أنا لو أقول لك أفضل راح يقولون طبعا لأنه بنته، صح؟ شهادتي مجروحة، بس يعني أسمع من الكثير من الناس نعم أنه وقتنا وقت عز كان الناس عايشين بعز وتقدير عالي وما حد يقدر يسيء لهم، عدا أنه اللي يسيء إلى حالة معينة تمس خطوط السلطة يصبح التعامل بشكل آخر، وقد يميل التعامل إلى القسوة. لكن بشكل عام طبعاً بلد مستقر، بلد ثري، بلد خيراته كثيرة، ناس مرتاحة في بلدها مع الصعوبات اللي مرت بها الناس، لكن ناس كانت عايشة على الأقل مأمنة على أولادها، على حياتها، على رزقها بالقدر الممكن. استرغد أنت أجبتي على نقطة أردت أن أسألك عنها، أنه قد يقول قائل صحيح وضع العراقيين كان أفضل ولكن لم تكن لديهم حرية، تجدين أنه القسوة ما تحدثتي وما وصفته بالقسوة كان مبرر وقتها؟ الحرية تعتمد معنى الحرية بالنسبة لحضرتك إيش تعني؟ إذا تعني الحرية اللي جت بعد الاحتلال بشعار قضينا على الدكتاتورية وصارت الديمقراطية، فأنا متأكدة العراقي أول من راح يجيبك قبلي راح يقول لك هاي الحرية ما أريدها. إذا الحرية تزيف وتغلف بالأسلحة والقتل والموت لا ما أريدها الحرية. ما كانوا أسرى العراقيين، الإنسان الطبيعي كان عايش حياته أقرب إلى الطبيعي، إذا مو 100% فسبعين 80%. لكن ست رغد ألا يستوي الأمران معا؟ يعني رخاء في الحياة وعفاف وكفاف وحياة جميلة وأيضا حرية، ألا يستوي الأمران؟ هل علينا في العالم العربي أن نختار بين الاثنين؟ مو كل العالم العربي، لما تكون بلد ثري، لما تكون بلد ذات سيادة، لما يكون رئيسك الرئيس صدام عليك أن تختار. العراق بلد مو عادي، لا في موقعه ولا في قوته العسكرية ولا في قدرته على اتخاذ القرار وشدته، هو ميزان المنطقة، هو البوابة الشرقية الحامية للمنطقة، فمو بالسهولة أنه تعيش رخاء بدون أن يزعجوك الآخرين. ما رح ينطوك هاي الحرية أنه تعيش رخاء ومرتاح مع ناسك، وإلا ترى الحروب ما حد يحبها. يعني والدي ما كان عاشق للحروب مثل ما أحياناً أسمع هذا الشيء، لا مو صحيح هذا الكلام. يجبر على اتخاذ القرار أمام نفسه، أمام مسؤوليته الأخلاقية تجاه بلده. الشعب العراقي عندما يطلع على الحقيقة يزداد معنوياته، خلي يفهم الشعب العراقي أنه المطلوب العراق كله، وخلي يفهم أن الإيرانيين في المعركة الأخيرة دخلوا بأراضية بعمق 5 كيلومترات، لكي يفهم حقيقة النوايا أكثر وأكثر ويرفع من درجة استعداده للتضحية لكي يقمع هذه الأطماع الشريرة في مهدها. هل أنت قلقة على وحدة العراق، على أن يقسم أو أن يصبح دولة فيدرالية مثلا؟ هل أنت قلقة من هذه الناحية أم لا؟ أكيد نعم أنا قلقة من هذه الناحية، وما أتمنى أنه أشوف هذا اليوم. لماذا يساورك هذا القلق؟ لا هو مو يساورني، هو أصبح موضوع أوتار تعزف عليها بين الحين والآخر، وأصبحت أحد الخيارات المطروحة على الساحة السياسية، فهذا الشيء أكيد ما يسعدني. نعم، ومن يقول أنه ربما يكون حلاً للخلافات الموجودة، كيف تردين عليه؟ يعني لكل مرحلة تنوزن تلك المرحلة واحتياجاتها، لكن تقسيم الوطن بكل المراحل غير وارد. ترفضين بتاتاً أن يكون هناك تقسيم؟ نعم. طيب على ذكر التقسيم، كيف تنظرين إلى التدخل الإيراني في العراق أولاً، ويعني في عدد آخر من الدول العربية، إيران تحاول زعزعة الاستقرار فيها، كيف ترين هذا التدخل الإيراني؟ الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية، السلطة الشرعية للبلد، استباحوا البلد
وصار البلد بالنسبة لهم محط سهل، يحطون أينما يشاؤون وبالطريقة اللي يرتوها. ماكو ردع حقيقي. باعتقادي وقناعتي أنه لما الردع يصبح حقيقي والأشخاص الكبار أصحاب القرار أيا كانوا يكونون مصرين على إنهاء هذا التدخل، رح يستطيعون إنهاء طبعا بدون غياب الدور العراقي عن الساحة. أنا أؤمن أن الدول يديرها راعيها. العراق ما تغيب دوره عن الساحة، العراقي ما يغيب دوره عن الساحة. بالتأكيد يقدرون ينهون التدخل الإيراني اللي صار سافر بالمنطقة ككل، ليس في العراق فقط. يعني إذا نستعرض نلقى دول كثيرة عربية التدخل الإيراني صار قوي بها جدا، والتدخلات الأخرى أيضا ليس فقط الإيراني. استرغد، تعلمين الآن نحن في زمن وسائل التواصل، الجميع يبدي رأيه ويدلي بدلوه. هناك من يقول أنه رغد صدام حسين تصور نفسها يعني في منصب ما، هل هذا صحيح؟ هل هذا ما ترمين إليه من خلال الظهور بهذا الشكل؟ العراق بلد منه؟ أنا عراقية صح؟ نعم، بلد العراقيين. إذن بلدي. إذن لما أصور نفسي بهالطريقة مو غلط. نعم. طيب، دعينا نعود الآن قليلا إلى الماضي وعلاقتك بالوالد صدام حسين. كيف كانت طفولتك؟ يعني ماذا تذكرين منها في العراق مع الوالد قبل أن يتولى السلطة وبعد أن يتولى السلطة؟ طفولتي جميلة، طفولة يتمناها كل طفل، حياة طبيعية مستقرة بين أم وأب، عائلة جميلة ببلدي بين أهلي، طفولة طبيعية جدا وطفولة جميلة. أستذكر أمور كثيرة. شو نتحب؟ الصيد، نطلع نصيد إحنا والوالد، الخيل، نعبر نهر دجلة مع الوالد، سباحة، وظل الوالد عينه يمنى ويسرى يخاف لأنه إحنا صغار، يلبسونا جاكيت النجاة لكن ياخذنا المي هيك بعيد، يرجع يطوف روحه يجي باتجاهنا يسحبنا باتجاهه. أعطي لك أشياء مختصرة. نعم، أمور كثيرة يعني حلوة. أنت تقولين أنه كان حنونا جدا، لأنه هناك صورة ارتسمت أو رسمها البعض عنه أنه كان قاسيا وكان يعني هو صاحب شخصية قوية جدا. يعني أنت هنا تقولين أنه كان معكم فقط بهذا الشكل أم هذه هي شخصيته؟ لا، هو القسوة في اتخاذ القرار. أنا يعني ما سألت ليش قسيت في هذا القرار أو كيف اتخذت هذا القرار بصراحة، حتى ما أحكي عن شخص هو ما موجود وما مسموح لي أنه أجتهد كثير. لكن قطعا أكو بعض القرارات كانت تتطلب شيء من القسوة، لكني لست مع القسوة المطلقة. هو مو عاطفي ويانا إحنا فقط، حتى مع ناسه. يعني حضرتك إعلامي وأكيد شايف لما يدخل ببيوت العراقيين يفتح الجدر تدر الطعام ويحضن أهل البيت ويبوسهم، والعجوز اللي تهوس يحضنها ولطيف جدا معهم. نعم. طيب، علاقتك مع إخوتك خاصة عدي وقصي كيف كانت؟ كيف تصفين خاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة كذلك؟ مرحلة الطفولة الله لا يروي، كان عدي وقصي قد واقعين كنا هم يعني حركين وأني بعدهم مباشرة، الكبير عدي. نعم. ثم قصي، رغد، رنا، حلا، فكنت الأقرب إلى الأولاد، فكنت يعني أقلدهم في حركاتي وفي الركض باللعب. طفولة جميلة وكانوا يخافون علي كثير، يعني لما أحد يحاول يؤذي أو يتقرب تشوفهم هم يصيرون غطاء درع يعني حولي. نعم، علاقة حلوة. هذا ذكرني بشيء ونحن نتحدث وما ذكرته في مقدمة اللقاء، أنه أنت انبريت للدفاع عن والدك صدام حسين. لماذا بالذات رغد التي ظهرت في الصورة وأخذت هذا الدور؟ أنا كبيرة خواتي. احنا اكو ناحيه اعتباريه وادبيه بالعائله، مو الكثير يعرفون عن حياتنا كثير. عندنا التسلسل مهم وعندنا احترام فيما بيننا. ضيف الى هذا وذاك، الاهم من ذاك انه هم ثقتهم بي كبيره، ثقه الوالده
ثقة خواتي بي كبيرة، يعرفون أنه أني أحمل الجينات تبع الوالد يعني بشكل كبير، فعندي قدرة على التحمل إن شاء الله، وعندي قدرة وحكمة على الإدارة. فهم لما خلوا والدهم بين إيدي هم على ثقة بأختهم، وهم أيضا مارسوا دور رائع مع أولادهم مع عائلتهم، هم بنات رئيس دولة طلعوا بعد احتلال، كل واحدة صارت أم وأب ووطن لأولادها. فالعائلة مهمة، العائلة مسؤوليتها الأم تجاهها مهمة، وكل العوائل كانت يعني النساء بدون أزواجهم، فكانوا أمهات رائعات وحافظوا على عوائلهم بطريقة جميلة، وهذا أيضا دور مهم. هذا بعد رحيلكم عن العراق، لكن وأنتم صغار في البيت هذا الشيء ما ذكرتيه أنه كان يرون فيك أنه فيك من جينات الوالد، لم يكن هذا يخلق غيرة أو تنافسا بين الإخوة؟ ما أعتقد، ما يعني ما يعني إذا أكو صار غيرة بيناتنا فيمكن أكون مو ملاحظتها، بس ما أعتقد، لأنه إحنا نحكي عن البنات، البنات الوالد جدا يحبهم كان، ولكل واحدة مكانتها، فلا ما شعروا بهذا طيب الشيء. طيب ست رغد، أنت قلتي إنه الوالد كان حنونا جدا معكم، ولكن نعلم جيدا الأباء يعني في البيت يعني لما ابنه يفعل شيئا سيئا أو خاطئ يعني يصيح مثلا أكيد ربما تذكرين أنه جانب آخر غير جانب الحنان والعطف الذي تحدثت عنه. زين إذا تصدق وأقول لك بحياتي ما سمعته يصيح على أحد، أوف بحياتي، وإذا يزعل ولازم ينول أحد شوية عقاب فعدي قصي اللي يتعاقبون البنات ما حد يعني يضخم. في أحد المرات كنا مزعجين جدا أنا وعلي قصي، يجي هو وقت الظهيرة ينام ساعة حتى يرجع يداوم المساء، هو يصحى مبكرا يعني مو يروح للدائرة بالدعاش وبالعشرة مثل يعني الشيء الجديد اللي دا نسمع به، يطلع من الصبح يقعد بالستة الصبح يفطر على السبعة ويطلع الدوام، فيجي ياخذ قيمونة قصيرة. عن رئيس العراق، عن رئيس وقتها العراق الرئيس صدام. هو إنه كان يروح يداوم، أنت استخدمت كلمة دوام. طبعاً يداوم، يروح بالمرحلة الأولى من ستة الصبح، من السادسة صباحاً هو يصحى على الستة الصبح، يفطر على السبعة يكون جاهز ويطلع على دوامه. والدتي أيضاً عندها دوام، لأنه والدتي كانت مديرة مدرسة، نعم صحيح، وإحنا صغار أنا وعدي وقصي ورانا كانت تأخذنا سيدة ساجد. نعم، فزعجناه جداً وقت الظهيرة، وقت القيلولة، الظهيرة، وقت القيلولة نلعب ونصيح وبالحديقة وبالبيت، فهو نزل عصبي، بس هو ما يعني ما عنده صوت عالي ما يصيح. شوية نال عدي وقصي عقاب خفيف، إجا باوع عليها الشكل، كان يبتسم كان يسوي هيك يعني ما ممكن يعني مو يريد يضرب، لا نعم سوى هالشكل يعني خلاص يعني دار وجهه بطلع، قال يا أولاد راحت علي نومة الظهر وراحتي. نعم وراح. هل كنت تخافين منه يعني في هذا المشهد مثلا؟ طبعا جدا خفت. خفتي منه؟ جدا خفت، هو قرأ الخوف بعيني. نعم. فتعاطف معي دغري ابتسم سوى هالشكل وراح للدوام. كنتم يعني النساء أو البنات في البيت تحضرون مثلا مناسبات رسمية، لقاءات عمل أو لقاء يعني عشاء ربما مع شخصيات أم لا؟ إلا ما ندر، إلا ما لما ندر. إحنا أطفال إلا ما ندر. لما كبرتوا قليلا؟ لا إحنا يعني 15 سنة ونتزوج. نعم ماكو مرحلة بيناتهم. نعم سنتحدث عن فترة الزواج لما كبرنا. نعم لاحقا. نعم لما كبرنا مو بس نحضر، في سنة من السنين كانت الوالدة مسافرة لظرف عائلي، والظرف كان يخص عدي، فزارتنا زوجة رئيس دولة بيلاروسيا، روسيا البيضاء. روسيا البيضاء. كنت أنا بالجامعة، ثاني جامعة، والوالدة مو موجودة، وغياب الوالدة صار مفاجئ، فصار لازم أنوب عن الوالدة. طبعاً الوالد يعني بلغني قال لي رغد راح تجي ضيفة راح تستقبليها رسمياً أنتي. لما تنشأ ببيت سياسي تصير تعرف تتعامل مع الأمور يعني ما يكون شيء صعب عليك. كان لك نشاط حزبي أو سياسي أو
أدوار مماثلة لاحقا أم لا؟ لم تكن للنساء دورا سياسيا في العراق، نساء العائلة وليس النساء بشكل مطلق، لأن بالدولة مالتنا كان أكو نساء، بس إحنا كبنات الرئيس ما كان لنا دور سياسي، ولا حتى الوالدة لا ما لنا دور سياسي. لماذا؟ الوالد كان مانع؟ يعني ولا كان مانع ولا كانت مطروحة الفكرة. لكن يعني أنت كنت تفكرين فيها ربما؟ إطلاقا. إذا أقول لك أني كنت ضد السياسة بشكل كبير يمكن ما تصدقني. حتى لما ارتبطت بحسين بالدولة كنت أتمنى أنه أرتبط بشخص خارج إطار الدولة. نعم. وهذه في مرحلة ما أبداً ولا كانت عيني على السياسة ولا ما أحتاجها. أنا نشأت وسط عمالقة رجال حقيقيين. نعم. أشعر بالأمان وسطهم، أشعر بالحماية وسطهم، ما أحتاج أن يكون لي دور. دورهم هم يعني دور خرافي وكبير. فلا ما كانت عيني على هذه المرحلة على هذا الدور. أجبرتي على لعب دور سياسي لاحقاً؟ أو الظروف أجبرتك؟ في البداية شعرت أني أجبرت. لما الإنسان يمر في مرحلة صعبة خارج الأطر الحياتية المرسومة الطبيعية تختلط أفكاره بعض الشيء، يمكن يصير يسأل نفسه كثير. مريت بهاي المرحلة. نعم. أنا بشر، يعني أنتوا تقولون امرأة حديدية وامرأة قوية، كلها أشكركم شكراً وممنونة، بس بعد كل ذلك وقبل كل ذلك أنا بشر. نعم. فأشعر اللي يشعر بي أي إنسان. يختلف في الإنسانية القدرة على التحمل، يعني بين شخص وشخص هذا قدرته على التحمل أكثر، هذا قدرته على التحمل أقل، هذا الفرق الوحيد. نعم شعرت بالبداية أنه أكو طريق وضعت بي مكان من اختياري. طبعا لما أقول بالبداية أقصد لما صار الاحتلال، حتى أكون واضحة للمستمع. لما صار الاحتلال ما كان لي دوراني، لا قبل الاحتلال ولا أول ما صار الاحتلال. إلى حين تم إلقاء القبض على الوالد، لا هنا أصبحت بالواجهة. وبمرور وقت قصير أصبحت صاحبة قرار بهذا الشأن. والقرار علي اتخاذه وتحمل كل أبعاده. حتى نختم هذا الجزء، رغد صدام حسين، هل يمكن أن تلعب دورا أكبر من الدفاع عن والدها صدام حسين؟ أقصد بشكل مباشر أن يكون لها دور ما سياسي. كل شيء وارد، كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات. بهذه الكلمة نأتي إلى ختام هذا الجزء، وللحديث بقية في أجزاء أخرى. مشاهدينا، نلتقي في القسم المقبل من هذه المقابلة الحصرية مع رغد صدام حسين.